وقف الشمس خلت، قال من يوقف الشمس؟ ما وقف الا رب العالمين. قال اجل يمك وانا يمي. بعض القصص يا اخواني بس بارك الله فيك بس اكثر معليش. بعض الرجال هداها الله يشهد له، يشهدوا لها الاخرين قدام منه يشهد له ما شاء الله تبارك الله. مثل ما قال ابو عبد الرحمن والاخوان اللي يمدح ربعه يعني بحدود المعقول، والوسطيه هم انه يبدلها يقول ما مثل قبيلتي احد، هذا امر خطير. وقاله ابو عبد الله، وقاله ابو عبد الله ما شاء الله مشايخنا الله يجزاهم خير. لكن عجبني بعض الافعال اللي ما شاء الله تبيض الوجه. يذكر فيه قصه جرت بحايل قبل فتره، والقصه صحيحه ومؤكده. يقول هذا قصه مع ام وبنتها، صارت عليها قضيه، وكل ما جوا المصلحين يبون يصلحون قالت الام لا ما انا ما اصلح ابد مره، ابي حقي وحق بنتي وحق وحق مثل ما قيل. يقول جاء يوم من الايام يقول له رجال صاحب خير، يقول قال يا الربع انا اريد احل هذه المشكله. انا اليوم الرجل هذا طبعا انه من المصلحين ومهاديها الله وموفق مثل ابو عبد الله، ما يجي ما شاء الله تبارك الله استاهل. ترى مشهود العايض القرني امور كثيره استاهل. وشهود الله بارضه ولله الحمد. ونعم جاء الرجل هذا المصلح وتشرف على قضيتها، حضر مثل خصماها وتشرف على قضيتهم ورددها كم من مرة يعني علشان يكون يتأكد من الأمر. يقول المهم أنه تأكد من الأمر وحل القضية بسهولة بسهولة، لحيث أنهم حولوا قضيتهم للإصلاح، ما تصدر بحكم شرعي لكن الإصلاح فيه خير وبركة. يقول الرجال أصلح بينهم، قال يوم أصلح بينهم قال هذه الوالدة هي وبنتها، يقول تصالحوا كل أبوهم وسامحوا بعضهم الطرفين. يقول مدت الجودية هذه أم البنت إدياتها تذيّر، يا الله تفتح له باب مبارك، يا الله أنك تعز بالإسلام، يا الله. المهم أن كثرة الدعاء هي وبنيتها. مشى الرجال عقب ما صلى العشاء بحايل يبي القصيد، يقول له عقب تعب يقول ومسك الخط السريع، يقول الخط الأول يقول دوبه طالع يقولوا لا عليه شبوك من برا، يقول حطوها فيما بعد. يقول رد الله الرجال تعبان عقب قضاياهم وعقب ويحمد الحي القيوم ان حل هذه المشكله. قال يوم توسط ظل خط بظلام ليل بسواد الزفلت يقول لها كلب المجاهيم قال قدامه، والرجال مسرع وعقب نوم وعقب تعب يقول ما درى الا بالمتوسطه قدامه. يقول مجاهيم بظلام الليل يقول ظلام الزفلت والب المجاهيم والرجال به شوي نوم ودايخ، قالوا متوسط من البل. قال واول ما يرفع يرفع اصبح اشهد ان لا اله الا الله، هو يعني اعتقد انه اعتقد انه يروح. يقول قلب المتوسطة قدامه تجي له الله اعلم 30 متر واقل شوي، يقول وصلها وهو مسرع. يقول لو والله يوم طلعت هو بنيتها مادتني دينها على 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 القزازه قدامه. يقول طلعت شوف عينه ما يقول قال حساه هذا الرجل وعدوا عنه انها مؤكده. يقول يوم طلعت يد الوالده وبنيتها يقول مدتني يديها للسماء تذيا يقول من وراء القزازه. قال والرجال تشاهد قالوا يطيح على الدرقسوط. قال مستمر قال ثواني او اقل من ثواني. قال صح الرجال يعني الرجال ما يدري من تجي الضربه، هي براسه هي بظهره هي يبي يتفرج بالملائكه يوم انه يجونه يسالونه وش سوى. يقول المهم انه طاح على الدرقسون وعلى الوطيات قدامه. قال اخذ قال له والله الموتر يوم انه وقف قال وقف الموتر من نفسه لا اله الا الله. قال يوم انه وقف قالوا ينظر يمين ويسار ويقوم الرجال قال مرعوب. قال يوم انه قام يقول له والله الموتر واسم جنب الخط قال لا فيه لا ابل ولا شيء ولا اخر ما شاف ايدين هذه على جوديها اللي مدت ايديها للسماء سبحان الله العظيم. رسم الرجال وراح لعياله اظنهم ببريده بالقصيم قال وعلم بهذه القصه يقول على وصولها قال لا تزودون عليها ولا تنقصون. والله اني رايت ايديها من وراء القزازه هي وبنيتها رفعت ايديها للسماء واني ما ادري وش صار يمكن البل انقسمت قسمين وطلع مع الخط وسلم سبحان الله العظيم. والى يومها المعود عاد العلم عند الحي القيوم
سلامة الجميع يا اخوان. سلمت يا ابو صالح، الله يبيض وجهك، بارك الله فيك، يجمل حالك الجميع، ويجزاك خير الجزاء. باسمكم نشكر اشقر علوم هزانه